عند ساعات الفجر الأولى تبدأ القوات الإسرائيلية في كل يوم تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات، وفي الآونة الأخيرة رفعت إسرائيل وتيرة عملياتها لمحاربة ما تسميه إحباط العمليات الفلسطينية ضد الجيش والمستوطنين. في مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين أعدمت قوات أوغوز خالد دباس وباسل بسبوس، وأصيب شاب آخر جراء إطلاق النار تجاه مركبتهم في ضاحية التربية والتعليم. وتبدو رواية الجيش هي ذاتها تتكرر عندما تقوم بعملية إعدام بمزاعم تنفيذ عملية دهس، لكن شهود العيان ينسفون رواية الجيش بالقول إن الشبان تفاجأوا بوجود الجيش الذي أطلق النار صوبهم. الجيش كان قبل بساعة عامل كمين في الشارع اللي هنا، وما بعرف إيش اللي صار بالضبط، يعني إنه طلب منهم وقفوا أو لا، بس إحنا شفناهم يعني كثير مطلقين النار على السيارة. استنوا 35 دقيقة لشالوا الشهداء عن الأرض، طبعا ما جابوا إسعاف ولا شيء، حطوهم في جيبات عسكرية. وبين الدموع لا تفكر الأم إلا بآخر اللحظات التي رأت فيها ابنها وهو يغطيها عند ساعات الفجر، لا تدري متى سيتم تسليم جثمانه الذي احتجز هو ورفيقه لدى إسرائيل. بس هو جا شاب نادى عليه صاحب اللي استشهد معه، قال لي بس بنروح نوصل صاحبنا مروح من المخبز، راح يوصلوا صاحبهم لا إلهم ولا عليهم. انت نايم على وجه الصبح، تقوم تصلي الصبح تقوم لك ابنك مستشهد نايم عندك الساعه ساعيتها مغطيني وطالع، لا حول ولا قوه الا بالله. وكانت الرئاسة الفلسطينية وكذا الحكومة والفصائل أدانت عمليات القتل والإعدام، وطالبت بتوفير حماية دولية والضغط على إسرائيل لوقف الجرائم والدعوة لوقف التصعيد. إننا ندعو المجتمع الدولي والدول كافة بتحميل دولة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد الخطير والدموي وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقفه فوراً. ووسط حالة الحداد العام التي تشهدها مدينة رام الله والبيرة وكذا مخيم الجلزون، يكون عدد الشهداء منذ بداية العام وصل إلى 160 شهيدا في مجمل الأراضي الفلسطينية. تبدو الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تشتعل شيئا فشيئا، 163 شهيدا حتى هذه اللحظة، لا يمر يوم على الأراضي الفلسطينية دون اعتقالات، دون شهداء، ودون عمليات إسرائيلية في أرجاء مختلفة. ضياء حشية، الغد، الأراضي الفلسطينية.